موضوع مهم لازم نتكلم فيه. الموضوع ده هو أسترازينيكا، العقار الأشهر اللي كنا بنتخانق عشان نتطعم بيه. أنا عن نفسي خدت أسترازينيكا 3 مرات، يعني مفيش أكتر من كده. لكن هناك حديث بيتحدث عن انخفاض فعالية لقاحات كورونا ضد المتحورات الجديدة، يعني وعندنا هنا عقار أسترازينيكا. أمريكا بتعلن عقار أسترازينيكا المضاد لكورونا لم يعد مصرحا باستخدامه. هو في إيه بقى؟ يعني أنا كده ابتديت أتلخبط. هل هم مثلا أسترازينيكا لو موجود حاليا وأنا عايز الطعم ما روحش أخده؟ هل لأنه ما بيمشيش مع متحورات جديدة؟ أسئلة مهمة أذهب بها إلى استشاري الحساسية والمناعة دكتور أمجد الحداد. دكتور أمجد مساء الفل. مساء الخير على حضرتك أستاذ محمد، مساء الخير على السادة المشاهدين. الناس ليه في أمريكا بيقولوا أن عقار أسترازينيكا لم يعد مصرحا به؟ طب هنفصل ما بين عقار أسترازينيكا ولقاح أسترازينيكا. نعم، عقار أسترازينيكا ملوش دعوة بلقاح أسترازينيكا اللي احنا بناخده. ده عقار اسمه عقار أجسام مضادة، ليه أجسام مضادة، ليه خلايا اسمها سلالة معينة، ان احنا بندي للشخص ده أجسام مضادة مش اللقاح، اللي هو الشخص المصاب، مش لقاح وقائي ضد كورونا اللي هو لقاح أسترازينيكا. شركة أسترازينيكا عملت حاجتين، عملت لقاح أسترازينيكا اللي هو لقاح نقل فيروسي، وعملت حاجة تاني اسمه عقار معين للكبريتات الجديدة السائدة، ان هو بيستخدم كأجسام مضادة أحادية النسيلة. انت شخص اصبت مثلا بفيروس كورونا وانت شخص مسن كبير سن عندك مشاكل مناعيه، فبنضطر نديك الاجسام المضاده دي علشان تقلل من مضاعفات المرض وتقلل من فتره الاصابه وتزيد من نسب التعافي. ده مش لقاح، والوقائي اللي احنا بناخده لقاح استرازينكا ده عقار جديد اسمه ايفوشيلد منزلاه شركه استرازينكا. ده اللي قالوا ان هو حاليا ما بقاش يستخدم، ما بقاش نتيجه مع المتحورات الجديده، بمعنى ان الشخص المصاب كان ممكن ياخده اسمها اجسام مضاده احاديه النسيله، علاج بيولوجي، اجسام مضاده بتديها للشخص المصاب مش وقايه، شخص مصيب بكورونا بتزيد من نسب التعافي، بتقلل من المضاعفات، بتقلل من دخوله في المستشفيات، اسمه لقاح ايفوشيلد مش لقاح عقار ايفوشيلد. قولا واحدا، لو انا رحت الطعم ولقيت لقاح استرازينيكا الطعم بيعدي. الطعم ملوش دعوه بالعقار استرازينيكا، عقار ده دواء اجسام مضاده احاديه النسيله مش لقاح ضد الفيروس. وكل اللقاحات المتداولة حاليا في مصر نقدر نتلقح بها عادي. امان جدا جدا جدا، والاجسام المضادة اتوقفت لان هي مش جايبة نتيجة للناس اللي اصيبوا بالمتحور الجديد اللي ظهر في امريكا اللي هو الاكس بي بي. مش لقاح استرازينيكا، عقار شيفل، ودوت بيستخدم للشخص المصاب مش وقاية، بيقلل من فترة الاصابة وبيزيد من نسب التعافي ويقلل من نسب دخول المستشفيات ونسب المضاعفات الخطيره، اسمه عقار ايفوشيلد، عقار ايفوشيلد خاص بشركه استرازينيكا. استرازينيكا كلقاح لا يزال ساري مفعوله وصالح للاستهلاك. اشكرك شكرا جزيلا دكتور امجد الحداد استشاري الحساسيه والمناعه. هروح الى وزاره الداخليه احتفالا بعيد الشرطه رقم 71، العيد ال 71 لوزارة الداخلية، عيد الشرطة 25 يناير من كل عام، بعد استشهاد أكثر من 56 ضابط في موقعة الإسماعيلية الشهيرة في 25 يناير 1952. وزارة الداخلية النهاردة كان في احتفالية أو في إطار الاحتفالات قام السيد اللواء وزير الداخلية محمود توفيق بأداء صلاة الجمعة بمسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وفضيلة مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام والسيد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وعدد من قادة وضباط الشرطة والقوات المسلحة. فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة ألقى في خطبة الجمعة النهاردة تحدث عن تضحيات رجال الشرطة في سبيل حفظ أمن واستقرار الوطن.